السلام عليكم. تقارير مكثفة تشير إلى أن جماعة الحوثي في اليمن تمكنت من استهداف إسرائيل بشكل مباشر، وبأن هنالك أيضا استهداف وتدمير من قبل جماعة الحوثي لطائرة أمريكية حربية مهمة يوم أمس. تسلسل الأحداث بدأ منذ يوم أمس، وبتصريح رسمي قادم من المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع، وكذلك مسؤول في البنتاغون صرح بشكل مباشر أيضا إلى الاي بي سي نيوز الأمريكية وأكد سقوط هذه الطائرة الأمريكية. وجماعة الحوثي نشرت هذا المقطع المصور لهذه الطائرة وهم يقومون برصدها، وبعد ذلك قاموا باستهداف ناجح لهذه الطائرة التي سقطت في المياه الإقليمية بعد ضربها بهذه الطريقة. والطائرة التي نتحدث عنها هي طائرة الام كيو 9 ريبر الأمريكية، هي أفضل وواحدة من أرقى الطائرات المسيرة الحربية الأمريكية على الإطلاق، وليس فقط على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية لا بل العالم بأكمله، وهي نفس الطائرة التي استخدمت في استهداف واغتيال الجنرال الإيراني قاسم سليماني في عام 2020، وكذلك أن هذه الطائرة تصل قيمتها إلى 32 مليون دولار. طائرة رهيبة، طائرة لديها تكنولوجيا عالية للغاية. وهنا السؤال الذي يطرح، كيف تمكنت جماعة الحوثي في اليمن من اصطياد هذه الطائرة؟ فرضيتين. الفرضية الأولى هي أن جماعة الحوثي تمتلك هذا الصاروخ وهو فاطر واحد، والذي سبق في عام 2019 قالت جماعة الحوثي بأنها استخدمت هذا الصاروخ في استهداف نفس الطائرة، طائرة MQ-9 ريبر بهذه الطريقة وأسقطوها. المشكلة أن الطائرة ليست واضحة أمامنا لكي ندقق بهذه المسألة، بالإضافة إلى ذلك إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية آنذاك لم تتحدث عن شيء، لم تعلق عن هذا الأمر، بل بالأحرى بعض المسؤولين الأمريكيين قالوا بأن هذه ليست طائرة MQ-9 ريبر ونفوا هذه المسألة تماما. الفرضية الثانية تذهب إلى أن جماعة الحوثي قد تكون استخدمت هذا الصاروخ الذي ترونه أمامكم، وهو صقر واحد أو صقر اثنان، الذي من الواضح بأنهم يكتبون عليه وكتبوا عليه صنع في اليمن، ولكن في حقيقة الأمر أن هذا الصاروخ لم يصنع في اليمن، أساس صنع هذا الصاروخ هو قادم من إيران. هذا الصاروخ تماما كما تلاحظون متطابق مع صاروخ سام 358 الإيراني، صاروخ أرض جو كروز موجه، يستطيع من تشكيل خطر كبير بل استهداف حقيقي تجاه المروحيات العسكرية على سبيل المثال، أو طائرات الشحن أو طائرات المسيرة مثل طائرات الام كيو 9 ريبر. هو قادر على تحدي الام كيو 9 ريبر عندما تم الإعلان عن هذا الصاروخ بشكل واضح طبعا من قبل جماعة الحوثي والولايات المتحدة الأمريكية. في حينها كانت قد ضبطت الكثير من شحنات هذا الصاروخ قادمة من إيران مباشرة إلى جماعة الحوثي التي تعتبر هي أول جماعة ظهر معها هذا الصاروخ، ولكن بعد ذلك إيران قبل فترة وجيزة كانت هنالك زيارة لوزير الدفاع الروسي أظهروا فيه هذا الصاروخ طبعا وافتخروا فيه كصناعة إيرانية، وهذا ما ثبت من فأثبت بأن هذا الصاروخ فعلا هو أساس صناعته طبعا إيراني. والصاروخ نفسه كان قد ظهر في أكتوبر من عام 2021 أيضا في الداخل العراقي بهذه الطريقة في طوس خرمات، مما يوضح بأن الفصائل في العراق أيضا تمتلك سلاح جو واضح للغاية، وبالتالي كل الأنظار تذهب إلى أن هذا الصاروخ من الممكن هو الذي استخدم في ضرب طائرة الام كيو 9 ريبر الأمريكية يوم أمس، وخاصة أن واحدة من مميزات هذا الصاروخ بأنه يطير ببطء، سرعته بطيئة. وكما تلاحظ هنا عندما تتكرر اللقطة هذا ليس صاروخا سريعا يستهدف هذه الطائرة، وطبعا السرعة الطبيعية هنا كما نشرتها جماعة الحوثي، وبالتالي هذا يرجح بأن صاروخ سام 358 هو الذي استخدم في عملية الاستهداف. الأمر لا زال قيد التحقيق بالنسبة لمسؤولين البنتاغون. الأمر الخطير هو أمر آخر تطور الآن باتجاه إسرائيل من جماعة الحوثي الموجودة في اليمن بضربات مباشرة تحدثت عنها العديد من التقارير العبرية، وكذلك تقرير من وكالة رويترز التي أكدت بأن هنالك ضربة مباشرة جاءت
إلى داخل إسرائيل على إيلات تحديدا، وهذه هي صورة الضربة التي ترونها. وكانت هنالك لقطات مصورة لطبيعة الاستهداف الذي جاء باتجاه مدرسة موجودة في إيلات. وسنلاحظ هنا من الركام طبعا هنا الضربة، وستلاحظ بأن هنالك قطع للطائرة المسيرة، وهذا هو الجناح الخاص بهذه الطائرة المسيرة. وكانت هنالك أيضا صور لطبيعة أشلاء هذه الطائرة كما تلاحظون بهذا الشكل. ويعتقد الآن من خلال التقارير الأولية بأن هذه الأشلاء لهذه الطائرة تتطابق تماما مع طائرات صمات 3 الإيرانية، من خلال الجناح، من خلال التفاصيل الموجودة والمدروسة طبعا من هذه الطائرة بهذه الطريقة بأنها هي التي استخدمت. وأيضا لو لاحظنا من الصوت طبعا من هذا المقطع، ستلاحظ من سماعك للصوت فإن الصوت يتطابق تماما مع الطائرات التي طبعا تستخدمها جماعة الحوثي أو استخدمتها جماعة الحوثي في السابق تجاه الشرعية اليمنية أو حتى باتجاه المملكة العربية السعودية. الصوت واضح للغاية طبعا بأنه يتشابه تماما، بالتالي كل المؤشرات بأن جماعة الحوثي هي التي قامت بهذا الهجوم، وهو أيضا أمر تحت التحقيق، ولكن ليس بالبعيد أبدا من أن جماعة الحوثي هي التي قامت بهذا الأمر، لأن جماعة الحوثي أعلنت الحرب على إسرائيل بسبب الحرب الموجودة في قطاع غزة. استهدفوا إسرائيل كثيرا بالصواريخ والطائرات المسيرة، ويبدو أن هذه الطائرة وجدت طريقها لإيلات لتحقق هذا الاستهداف. ولكن الحدث الأخطر من هذه الضربة المباشرة من جماعة الحوثي تجاه إسرائيل هي إسقاط طائرة MQ-9 ريبر الباهظة الثمن طبعا في المياه الإقليمية باستخدام هذا السلاح الذي هو طبعا مرجح سام 358 بأنه هو الذي استخدم. لماذا؟ لأن هذا أول استهداف مباشر على الولايات المتحدة الأمريكية منذ إعلان جماعة الحوثي الحرب على إسرائيل بشكل مباشر. وهذا قد يعني أيضا بأن جماعة الحوثي بدأت باستهداف التواجد الأمريكي الآن، وتريد الضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، ويرجح بأنهم قد يستهدفون قواعدا تتواجد فيها القوات الأمريكية، إن كانت في السعودية، في الإمارات العربية المتحدة، أو في الخليج العربي بشكل موسع وبشكل واضح، كما تفعل الفصائل في العراق وفي سوريا أيضا من استهدافات مستمرة ساعة بساعة تجاه القواعد العراقية التي يتواجد فيها مستشارية التحالف الدولي أو القواعد الأمريكية الموجودة في سوريا. وكان هنالك تطورا خطيرا يوم أمس جاء باتجاه السفارة الأمريكية الموجودة في العاصمة العراقية بغداد. كان هنالك تقريرا قد صدر من قبل كردستان 24 مسؤول في البنتاغون، قال بأنهم يحققون بهجوم مشتبه به جاء مباشرة على السفارة الأمريكية في بغداد بالصواريخ وصافرات الإنذار. وأكد أن صافرات الإنذار قد دوت المنطقة طبعا وسمعها جميع، ولكن ليس واضحا ما الذي جرى، هل هو هجوم مباشر أم لا، هل المقصود السفارة أم لا. ولكن الحديث بأن الصواريخ سقطت خارج أسوار السفارة الأمريكية، الأمر أيضا لا زال قيد التحقيق. طبعا الولايات المتحدة الأمريكية هنا لم تكذب خبرا بعد هذه الأنباء، بعد الاستهدافات تجاه القواعد الأمريكية إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا، جاءت وزارة الدفاع الأمريكية لتؤكد بأنها قامت بضربة مباشرة تجاه الفصائل الموالية لإيران وإلى إحدى المنشآت الخاصة بالسلاح التابعة طبعا للحرس الثوري الإيراني الموجودة طبعا في سوريا بالقرب من الحدود العراقية. أكدتها وزارة الدفاع، وأكدها أيضا المرصد السوري لحقوق الإنسان، الذي أكد المرصد بنفسه بأن من خلال هذه الضربة قتل 9 عناصر من العاملين الإيرانيين، 3 منهم طبعا هم من جنسيات سورية لكنهم يعملون مع الحرس الثوري الإيراني والفصائل المسلحة الموالية لإيران المعروفة في تلك المنطقة. وأيضا كان هنالك وكانت هنالك صور قادمة من الفرات بوست لطبيعة الموقع، ليست واضحة تماما، ولكن واضح أن هنالك ضرر في المنطقة في النقطة التي استهدفتها القوات الأمريكية بطائرتين من طائرات F-15. وكان هنالك تصريحا من لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي الذي قال هذه الضربة الدقيقة للدفاع عن النفس هي رد على سلسلة من الهجمات ضد أفراد أمريكيين في العراق وفي سوريا. ولكن مسألة الردع في سوريا بضربات مماثلة بهذا الشكل
بدأت تتعرض للانتقاد في الداخل الأمريكي. النيويورك تايمز ذكرت بما جرى في 26 أكتوبر. الولايات المتحدة قامت بضربة على الحدود العراقية السورية في الداخل السوري تحديدا، ضربة كبيرة للغاية، ولكن الفصائل لم تتوقف من استهداف القواعد الأمريكية إن كانت في العراق وإن كانت في سوريا، صعدوا بشكل كبير وغير مسبوق رغم هذه الضربة القوية، بالإضافة إلى أن هنالك مفكرين مثل جيسون براتكي وغيرهم من المفكرين على سبيل المثال أندرو بي، كلهم اتفقوا على حقيقة أن ضربات في سوريا بهذا الشكل لن تحقق الردع المطلوب، ويبدو بأنهم محقين، لأننا أيضا في الساعات الماضية شهدنا هجمات تجاه قاعدة عين الأسد وتجاه قاعدة الحرير، والهجمات مستمرة ولا تتوقف بشكل يومي، وتقريبا في كل 6 أو 8 ساعات نرى هجوما تجاه هذه القواعد. وهذا طبعا يرجح تماما بأن هنالك تصعيدا مستمرا، وستتصاعد الأمور بشكل أكبر في المنطقة مع استمرار إسرائيل في حربها في قطاع غزة. وإسرائيل نشرت مقطعا، وزارة الدفاع الإسرائيلية، بأنها تمكنت من السيطرة على إحدى المقرات الخاصة بالفصائل الفلسطينية، أظهرت طبعا أسلحة، طائرات مسيرة، إمكانيات عسكرية، إمكانيات استخبارية ظهرت في هذا المقطع. لكن أيضا في نفس الوقت لا بد من الانتباه بأن مسألة التقدم الإسرائيلي في قطاع غزة فيه مشكلة، فيه توقف هذا التقدم. في حقيقة الأمر بعض الخرائط لا تبدو صحيحة من طبيعة التقدم الإسرائيلي. كما نلاحظ هنا من معهد دراسات الحرب، منذ يوم أمس كان هنالك تحديثا لطبيعة الخرائط وحديث عن معارك في جباليا. طبعا المقطع الذي رأيناه قبل قليل هنا من الجانب الإسرائيلي هو في حقيقة الأمر بغرب جباليا، قالوا بأنهم سيطروا على مقر للفصائل الفلسطينية، لا خلاف على هذا الأمر. ولكن بالنسبة لجباليا تحديدا، هذا التقدم الذي ترونه لا يبدو صحيحا أبدا. التقدم يتطابق مع ما تحدثت عنه الوور مابر بأنهم قريبين من منطقة الشيخ رضوان، ولكن المقاطع التي نشرتها الفصائل الفلسطينية لما كان يجري يوم أمس على أقل تقدير من حرب شوارع توضح أن الخارطة ليست دقيقة 100%. على سبيل المثال هنالك تجمع أوضحته الفصائل الفلسطينية للجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة مطلة طبعا على البحر المتوسط، وضحوا بأنها قد استهدفت بالصواريخ أو حتى بالهاونات. أيضا لقطة أخرى لاستهداف مدرعة هنا تمكنوا من استهدافها بكل نجاح، وأيضا لقطة أخرى أيضا لاستهداف مدرعة أخرى أو دبابة أخرى أيضا استهدفوها بكل نجاح. هنالك العديد من اللقطات طبعا للاستهدافات التي توضح فيها الفصائل الفلسطينية بأنها تستنزف الجانب الإسرائيلي في هذه المعركة. وإذا ما أخذنا بعض العلامات لهذا الموقع لكي نتأكد من طبيعة الخارطة، تلاحظ طبعا هذا المبنى من شكله المميز، وأيضا نلاحظ بأن هنالك مباني أو مبنيين طبعا بسقف أحمر، هذا مبنى أول، هذا مبنى ثاني، وهذا مبنى يأتي بالعرض طبعا ليس بنفس الطريقة، يأتي وسط تقريبا هذين المبنيين كما نلاحظ طبعا. وبالتالي على هذا الأساس نحن أمام شارع وشارع، وواضح جدا أن الضربة جاءت مباشرة على هذه الدبابة. وبالتالي إذا ما أخذنا الآن وذهبنا بالقمر الصناعي إلى شمال قطاع غزة باتجاه الرتل الذي كان يتحرك أو لا زال يتحرك من الجيش الإسرائيلي في البحر المتوسط، النقطة المتطابقة معه تأتي في نفس المربع الذي أوضحته وأوضحه مع دراسات الحرب طبعا. لنلتف قليلا لأن هذه النقطة بالضبط التي كانت فيها حرب الشوارع الواضحة من قبل الفصائل الفلسطينية تجاه الجانب الإسرائيلي. وسنلاحظ هنا هذه هي المباني وكل شيء متطابق، تأتي وسط طبعا ويأتي وسط هذين المبنيين، وبالتالي هذا هو الشارع، ويعني أن الدبابة كانت هنا، وطبعا المقاومة الفلسطيني كان هنا يقوم بعملية الاستهداف. وبالتالي المقاتلين الفلسطينيين الآن من الفصائل الفلسطينية يعني بين هذه المنازل من شارع إلى شارع، من نقطة إلى نقطة يستنزفون هذه المدرعات بشكل كبير. وهذا يوضح طبعا بأن هذه الدبابات الإسرائيلية في حقيقة الأمر بوجودها بهذه المنطقة وضعها مرتبك، وضعها مختل، وضعها ليس 100%. وطبعا الفصائل الفلسطينية هنا بالحديث عن هذه المسألة وللتأكيد، فإنها معنى ذلك أنها تقاتل في هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، وكذلك تقاتل أيضا في هذه المنطقة، وبأن هذا المربع
هو ليس حقيقيا وليس تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي، ويعني أن الفصائل الفلسطينية تتواجد أيضا هنا في الشيخ رضوان مسيطرين في هذه المنطقة، لا بل أنهم أيضا يتواجدون هنا في مخيم طبعا الشاطئ، يقاتلون بقوة كبيرة للغاية، الحديث عن 136 مدرعة ودبابة وآلية إسرائيلية قد تم حرقها من خلال هذه الاستهدافات كحرب شوارع. الأمر طبيعي، الجانب الإسرائيلي سيتعرض إلى مثل هذه الخسائر، وهذا يوضح أن الجانب الإسرائيلي في حقيقة الأمر يتواجد تقريبا في هذه المنطقة ويحاول تحقيق الاختراقات من خلال هذه الصور القادمة من هذه الفصائل الفلسطينية. والتجمع الذي ضربته الفصائل هو يأتي هنا في هذا الموقع تماما، مع تطابق طبعا المنطقة وظهور أيضا هذه كعلامة أخرى كانت موجودة طبعا من خلال اللقطة، وبالتالي هم يضربون التحشيدات بشكل مستمر كفصائل، وأيضا يقومون بحرب شوارع ناجحة حتى هذه اللحظة. وبالتالي بشكل عام الجيش الإسرائيلي توقف عند هذا الحد الذي نراه، عدا ما تحدثنا عنه يوم أمس بأن الجيش الإسرائيلي تقدم ما يقارب نصف كيلومتر، وبالتالي هو يحاول السيطرة والوصول إلى ميناء غزة بالتقدم إلى الشيخ عجلين، هذه المنطقة يتواجدون فيها ويهدفون للوصول إلى ميناء غزة. بالتالي نحن أمام تفاصيل كثيرة للغاية، تطورات هائلة للغاية في هذه المعركة، وجميع ينتظر ما الذي سيجري، جبهات كثيرة تتصاعد شيئا فشيئا، وبالتأكيد هذه أمور نحتاج إلى الكثير من الإجابات حولها.